الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الخير جميعا. هنتكلم من النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن الهواي لوب ستيتمنت، عن جملة هواي. وفي الموضوع على طول يا جماعة، بالنسبة لجملة هواي الشكل العام بتاعها بتكتب في الكود في الجافا سكريبت كالتالي. انت بتكتب في الاول الكيورد هواي، جميل، بعد منها بتفتح البرنتسيس تبعك وبتكتب الاكسبريشن وبتفتح الكيرلي بريسز وتكفلها، وداخل الكيرلي بريسز بيكون موجود سطر ستيتمنت او اكتر من سطر ما شاء الله من الستيتمنتس اللي راح تتنفذ في حاله ان الاكسبريشن ده كان صحيح. تمام، خلينا نقسمها كده لجزئين. الجزء الاولاني يا جماعه اللي جوه الكيرلي بريسز ده، تمام، او اللي احنا كنا سميناهم قبل كده مجموعه الستيتمنتس او البلوك اوف كودز او غيرها من الامور المختلفه. مجموعه السطور البرمجيه ديت راح تتنفذ في حاله ان الاكسبريشن ده اداني نتيجه بترو. تمام، هنيجي الاكسبريشن ونوضحه ان شاء الله باذن الله. في حاله ان الاكسبريشن ده اداني نتيجه بفولس، فبالتالي ايه هيحصل شيء تاني في الـ في الـ في الكود. في حاله النتيجه فولس يا جماعه اللي هيحصل الجافا سكريبت هتطلع بره خالص جمله هوايل وتكمل اللي فلو بتاعها عادي. يعني ايه؟ هتطلع بره الكيرلي بريسز وتكمل البرنامج ده في حاله ان الاكسبريشن ده ما حققش شروط، او يعني اقصد كان الشرط فيه نيجاتيف او النتيجه بتاعته كانت فولس. تمام كده، يبقى مجموعه البلوكس اوف كود، البلوك اوف كود ده بيتنفذ لما الاكسبريشن ده تطلع النتيجه بتاعته موجب بوزيتيف، النتيجه كانت فولس، اللي هيحصل مش هيحصل اي تنفيذ، والجافا سكريبت هتعمل ستوب للتنفيذ بتاع البلوك اوف كود ده وتطلع بره جمله هوايل خالص تكمل الفلو بتاع جافا سكريبت. حلو جميل، نيجي بقى عند الاكسبريشن ده. الاكسبريشن ده بيحتمل حاله من اتنين يا جماعه، اما ان هو يكون ترو او ان هو يكون فولس. وخلونا كده نعدد ربما مجموعه زي الاحتمالات اللي هي ممكن تكون فيها فولس. لو كانت القيمه نال او الاكسبريشن ده طلع لي نتيجه بنال يبقى القيمه ديت فولس، او كانت undefined تبقى القيمه فولس، لو كانت زيرو او سالب زيرو او NaN، او كانت النتيجه فاضيه. دول تقريبا مجموعه الاحتمالات اللي فيها بتبقى النتيجه فولس، فبالتالي اللي هيحصل مش هيحصل اكسكيوتنج للبلوك اوف كودز ده، والجافا سكريبت هتكمل التنفيذ بره السطر خالص، بره جمله هواي. طيب جميل، في حاله ان الاكسبريشن ده يا جماعه كان ترو، اللي هيحصل جافا سكريبت هتعمل شيء جميل خالص. اللي هتعمله هي هتقرا جمله هواي، تبص على الاكسبريشن، تمام، تلاقي ان الكود ده ترو، تروح نازله على البلوك اوف كودز تنفذها لاين باي لاين باي لاين باي لاين باي لاين باي لاين لغايه لما تخلص والكيرلي بريسس بتاعك تتقفل، وتروح راجع مره ثانيه الاكسبريشن وتسال نفسها سؤال، ار يو ترو، انت ترو، الاكسبريشن ده ترو، تروح داخله مره تاني ومنفذه السطور البرمجيه ديت كلها، وفي قفله الكيرلي بريسس تروح راجعه مره تاني للاكسبريشن وتسال نفس السؤال ار يو ترو. في حاله ان هو كان ترو بتروح مراجعه مره تاني ومنفذه كل الامور اللي موجوده في الكيرلي بريسس وترجع للاكسبريشن مره تاني. الكلام ده كنا بنسميه ايه؟ كنا بنسميه لوب. تمام كده جميل، امتى بقى تقف؟ اول ما الاكسبريشن دايت يديني نتيجه ايه يا جماعه؟ الله يبارك لكم يا رب، يديني نتيجه فولس. في حاله ان الاكسبريشن ده تطلع النتيجه بتاعته فولس، اللي هيحصل اللي احنا كنا قلناه في اول الحلقه، ان جافا سكريبت بتطلع بره البلوك اوف كودز ده وتكمل الفلو على الجمل الثانيه بعد جمله هوايل ديت. ده بالنسبه ليه اللي بيحصل يعني. تمام، عايزين ناخد بالنا من نقطه ان علشان موضوع اللوب ده يتوقف وما يبقاش انفينيت، ما يبقاش امر مستمر كده، لازم نحط مجموعه، او عندي نقطتين، عندي المفروض يكون في البلوك اوف كود حاجه وفي الاكسبريشن ده حاجه، وهي حاجه مشتركه، لازم يكون في حاجه بتتغير في البلوك اوف كود، يعني اقصد الاكسبريشن ده يبقى له صدى جوه البلوك اوف كود، يعني يبقى له دليل. لو كان مثلا فاريبل يبقى الفاريبل ده موجود جوه البلوك اوف كود.
الحاجة التانية لازم يبقى في حاجة زي تغيير، يعني مثلا مرة انكريمنت مرة ديكريمنت، لازم يحصل في حاجة، الفاريبل ده لازم يتغير، والا كل شوية تقعد ترجع وتطلع لك مثلا نفس القيمة، لان كده كده ايه اللي بيحصل؟ ان ما بيحصلش ولا زيادة ولا نقص في الفاريبل ده، فبالتالي هتفضل ناتج زي ما هو. طيب خلونا بس نوضحها بمفهوم كده تاني، وهنحاول نشرحه مرة يعني نطبقها بشكل عملي، ونحاول نشرح اللي احنا طبقناه ده. تمام، اوكي، هنيجي للكونسول بتاع كروم ونقول مثلا var هنعرف متغير، تمام، ونقول مثلا x بيساوي 0، تمام، انا اسف، var x بيساوي 0، وهنعرف variable تاني مثلا var y بيساوي 10، تمام كده. يبقى انا عندي x ب 0، لو انا كتبت x هيديني 0، ولو انا كتبت y هيديني 10، يعني كده انا عندي اتنين فاريبل، واحد اكس وواحد واي. جميل جدا. خليني بقى استخدم جملة هواي، هكتب بقى هواي والاكسبريشن بتاعي، وانا هفتح الكلام ده، وانا بعمل شيفت انتر يا جماعه عشان اجيب السطر. هنا في الاكسبريشن ده هحط انا في جوه البرنتسز تبعي، هحط الاكسبريشن اللي انا عايزه، وانا عايز اقول له بص يا سيدي، والله في حاله اني اكس اقل من واي، انت عندك قيم اكس بكام؟ من اكس بصفر، وقيم واي بكام؟ قيم واي ب10. والله لما تكون اكس اقل من واي، يعني اكس بكام؟ اكس بصفر اقل من 10، اكس بواحد اقل من 10، 2 3 4 على كل، انت هتبدا من صفر ل 10، لان انا محدد لك نقطه، انا مساوي لك قيم اكس بصفر دلوقتي، تمام؟ يبقى معاك من صفر لغايه 9، في الحاله دي اكس بتكون اقل من واي، تمام كده؟ جميل، ايه اللي يحصل بقى؟ اكتب لي مثلا كونسول دوت لوك قيمه الاكس نفسها، تمام؟ اكتب لي الفاريبل اكس، انا عشان اوري لك انها بتتغير. طب جميل، طب بالشكل الجميل ده يا جماعه، انت عندك اكس قيمتها بصفر، هيبدا بقيم اكس بصفر، ويبص يلاقي ان اكس اقل من واي، يبص على واي، واي بكام؟ واي ب 10، يلاقي ان صفر اقل من 10، يروح كاتب لك صفر، يلف تاني اكس بصفر، يروح كاتب لك صفر، يلف تاني اكس بصفر، كاتب لك صفر. لو انا عملت يا جماعه انتر على كده، هيقول لي صفر وكاتب لي جنب منها 355، يعني بص انت انا تعبت من الفلو بتاع البرنامج، وبتزيد اهو 30 كده، وصل ل 3000، والرقم انا يعني ما اعرفش احكمه ازاي، او ما اعرفش ابعاده ايه، او يا جافا سكريبت هتوقف امتى، حاجه كده. بس انت كده بتعمل انفينيت لوب كل شويه اكس اكس، والنتيجه بتطلع صفر في كل الاحوال، لان اكس قيمتها مش بتتغير، لانك ما طلبتش او انت ما كتبتش في البلوك اوف كود حاجه تغير قيمه اكس. ده اللي احنا كنا بنحكي فيه يا جماعه. علشان كده اهو وصل 13000، انا هعمل، انا هحاول انسخ السطور ديت بكوبي واعمل ريلود علشان البراوزر بتاعي ما يهنكش، او تقريبا هو البراوزر هنك، او تقريبا ممكن الجهاز كله يبقى هنك. نفتح مره تانية الصفحه الجميله دي وكليك يمين وانسبكت، احنا عملنا زي سنس اوف مغالطه منطقيه كده، تمام. هنعمل مره تانية var x بيساوي 0، انا اسف على الوقت الضايع ده، وهاخد var y تساوي 10، وهعمل كنت من بلس دوت بص كده، انا اسف كنترول زد، تمام، وهروح اقول والله هواي افتح دولت كيرلي بريسز تبعي، شيفت انتر سطر جديد، هقول والله لما تكون قيمه اكس اقل من قيمه واي، يعني انا في النطاق من 0 ل 10، اكتب لي كونسول لوك كونسول دوت لوك برضو على نفس قيمه اكس اللي انا كنت شغال عليها، بس الفرق اني هحط حاجه ثانيه يا جماعه، عشان عايز اكس قيمتها تتغير، او اقصد عايز قيم اكس ما تبقاش كونست، ما يحصلش الانفينيت لوب اللي حصل من شويه، فاقول له خلاص ماشي اكس بلس بلس، او ايه يعني انا هحاول اعمل انكريمنت القيم اكس، تمام كده. فايه لو حبينا نمشي مع الكود، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ قيمه اكس بزيرو، حلو،
هيقول لي زيرو اكبر من واي، اقل من واي، ابص على واي قيمتها بكام؟ ب 10. زيرو اقل من 10 مظبوط، يبقى ايه ده؟ بوزيتيف، ده موجب، يبقى انا هدخل جوه الاقواس. هيقول لي كونسول لوج، قيمه اكس، قيمه اكس بكام دلوقتي؟ بزيرو. حلو جدا. بعدين هلاقي ان في اكس بلس بلس، الاكس بيحصل لها انكريمنت بقيمه 1، تمام كده؟ فاكس بيجي دلوقتي قيمتها بكام؟ ب 1. في اللوب الثاني هلاقي ان اكس قيمتها ب 1. حلو خالص. هلاقي ان 1 اكبر اقل من واي، اقل من 10، يبقى بوزيتيف، هينزل جوه يكتب لي قيمه اكس اللي هي الحاليه دلوقتي بكام؟ ب 1. ينزل يلاقي ان اكس قيمتها زادت 1، وهكذا. خلينا بس نعمل نقفل القوس ونعمل انتر. فده اللي حصل يا جماعه، انه مشي مع الاحتمالات بتاعي من اول صفر بتحقق الشرط، ادخل جوه ازود 1، الواحد بيحقق الشرط، ادخل جوه ازود 1، 2 3 لغايه لما اوصل للتسعه. وبعد التسعه الاقي ان اللوب اللي جاي بيكون عباره عن 10، وقيمه 10 10 مش اقل من 10، دي 10 بتساوي ال 10، فبالتالي ده عباره عن فولس. فعشان كده عمل ايه؟ راح طلع لي بره الاكسكيوتنج للبرنامج، طلع بره البرنامج، ولو كان في سطر برمجي تحت منه كان هي يعني ايه حاجه بره جمله هواي، لو انا كنت كاتب له اي شيء تاني هيطلع وينفذه، تمام؟ لكن في اللوب اللي فات لو كان في سطر تاني هيوقف ويبتدي يعمل لك لوب 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 ما شاء الله من اللوب، ومش راح يطلع بره غير لما يخلص، هو بالتالي مش هيخلص لانها اي نون فين لوب غير نهائي في جافا سكريبت. ده بالنسبه لجمله دو بوينت. يا رب يكون